قالت الهيئة العامة للشباب إن برنامج أكاديميات كرة القدم الذي يقام بثمانية مراكز شبابية تابعة للهيئة منتشرة بمحافظات البلاد الست يشهد إقبالا كبيرا، ما يشكل دعما كبيرا للبرنامج الذي يهدف أساسا لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة. وأفاد رئيس الجهاز الإداري المشرف على البرنامج ناصر الديحاني بأن أعداد المشاركين في الأكاديميات بلغ أكثر من 1300 لاعب يتلقون تدريبات بقوانين وفنون اللعبة على أيدي مدربين وطنيين متخصصين لصقل مواهبهم ومهاراتهم باللعبة. وأضاف الديحاني أنه تم تقسيم اللاعبين في الأكاديميات التي انطلقت منتصف نوفمبر الجاري إلى ثلاث فئات سنية، وهي الأشبال 13 و14 سنة، والبراعم 12 و11 سنة، والأطفال 8 و10 سنوات، على أن يقام في نهاية موسم الأكاديميات في مارس المقبل دوري لكل فئة على حدة يجمع بين هذه المراكز الشبابية.